نبني اقوى وارهب بي سي في بدايه 2020، وبنوريكم ايش القطع اللي جبناها، كيف بنينا البي سي، وبنشغل عليه اربع العاب خرافيه دقه 4K 60 اطار بالثانيه. شيء دلع على الاخير، هذا الفيديو بيعجبكم. السلام عليكم. طبعا نبدا الفيديو باننا نستعرض القطع اللي موجوده في البي سي، وطبعا كلها بنكتبها في الديسكربشن تحت عشان تتعرفون عليها اذا بغيتوا تشترونها. اول شيء كرت الجرافيكس روج ستريكس جي فورس ار تي اكس 2080 تي اي وايت اديشن 11 جيجا بايت جي دي دي ار 6، طبعا واحد من اقوى كروت مع كسر السرعه، بنكسر السرعه، هذا شيء بنتكلم عنه بعدين. لون ابيض، هذه نسخه خاصه عندنا. بعدين روج كروس هير 8 هيرو، هذه المذر بورد اللي اخترناها، فيها واي فاي 6، فيها يو اس بي 3.2، فيها يو اس بي سي، كل الاشياء الجديده ومتوافقه مع المعالج حقنا اللي هو اي ام دي رايزن 7 3800 اكس 8 كور، معالج رهيب جدا خصوصا لما توزن السعر مع الاداء. بعدين اخترنا 16 جيجا بايت رام، تقدرون تخلونها 32 تشترون اثنين زياده من الرام، ذاكره ممتازه. طبعا عندنا سي جيت باركودا اتش دي دي 2 تيرا بايت، هارد ديسك عادي 2 تيرا بايت، وجبنا اس اس دي 1 تيرا بايت. وفوق هذا الذاكره اللي بنستخدمها للنظام، واسرع ذاكره موجوده حاليا من نوع ام 2، بتكون 250 جيجا بايت، نوعها سامسونج ايضا زي الاس اس دي حقنا. عندنا الباور سبلاي، جبنا 850 واط، راح يساعدنا خصوصا ان عندنا اشياء تتطلب الباور هذا. واخيرا عندنا الكيس NZXT H510 Elite ATX ميد تاور كيس، هذا يعتبر من الكيسات اللي تعتبر حجمها متوسط، يعني بالنسبة للأشياء اللي سويناها فيه احنا نوعا ما يعني استغليناه لأعلى حد. طبعا تركيب البي سي، تركيب البي سي نواف يعني سالفة معقدة، بتطول اصلا. قبل ما تتكلم عن هذه المواصفات هذه قامت تعور بوكي صراحه على طول، ها جلدت. طيب مو معقده بقصد اني صعبه، لا ما هي بصعبه، الواحد اذا تعلمها يقدر يسويها بنفسه. احنا لحد الان سويناها اكثر من مره في ترو جيمنج، بحط لكم الروابط تحت. مره سوينا بث مباشر قدامكم ركبناه عشان ما حد يقول قاعدين تعيدون وتضبطون، فما انتم مورينا جبهه العيد اللي جيبونها، لا ابدا، الموضوع سهل ان شاء الله. هو معقد في البدايه، تشوفه معقد بس ان شاء الله سهل في الاخير، تحتاج وقت يعني. بالضبط. إيه. وحاطين بعد رابط ثاني لفيديو في قناتنا الثانيه الكتروني كيف تركب الجهاز حبه بحبه. ورغم ذلك من جديد، لان هذا جهاز جديد والناس بتقول ممكن يمكن الطريقه تغيرت، صحيح. يمكن القطع الجديده مضبوط. فقلنا ايش نوريكم كيف ركبناه هذا، بس ايش هذا فيديو مسرع عشان ايش ما تطفشون. إيه صحيح. اول خطوه هي تركيب المذر بورد، ونركب اول شيء المعالج. طبعا المعالج قلت انه من نوع AMD، يختلف ترى، اذا اخذتوا ماذر بورد تاكدوا انه يناسب المعالج حقكم. فبتلاقون يعني علامه مثلث صغيره تطابقونها على المثلث اللي موجود على الماذر بورد نفسه، وبس تنزلون المعالج بكل دقه عشان ما يتعور وتقفلون عليه. الخطوه الثانيه انه بنركب الرام او الذاكره العشوائيه على اللوحه الام. طبعا الذاكره العشوائيه لها مكان محدد، واذا كانوا ثنتين او كانوا اربعه يفرق وين تركبهم، فاقرا كتيب التعليمات الخاص بالماذر بورد حقتك، لان يختلف من ماذر بورد ثاني، عشان تعرف ايش المكان الافضل انك تركبهم فيه. الخطوه التاليه هي بنركب الام 2، وهي ذاكره التخزين حقت الجهاز. طبعا الام 2 لها مكان في الماذر بورد، هنا الماذر بورد هذا خاصه حقنا راح تلاحظون انه في غطاء لازم نفكه اول عشان نركب الام 2 تحته، والغطاء هذا يمكن اذا لاحظتوا فيه مبرد، المبرد هذا راح يجي على ذاكرة الام 2 عشان يبرد عليها، لذلك انا لازم اشيل الاستيكر اللي ذاكرة على الام 2 عشان ما يصير عائق بينه وبين الجزئية هذه حقت التبريد، وبعدين عادي نقفل عليه وكذا بنكون خلصنا من الام 2. الان بنركب الهيت سينك او المبرد حق المعالج. طبعا هذه الخطوة احنا جبنا مبرد خاص فينا، هذا شيء راجع لكم، اختاروا النوع اللي تبونه، اذا بتكسرون السرعة حقت المعالج يبغى لكم تبريد قوي. احنا جايبين مبرد مره معروف ممتاز، تلقون الرابط حقه تحت، بنركبه حجمه كبير شوي وتركيبه شوي يبغى له شغل، لكن تقدرون تقرون التعليمات حقته تختلف من مبرد الثاني. فبس لا تخافون من الموضوع، الموضوع سهل في النهايه بعد ما تقرون عنه وتشوفونه، خصوصا اغلب الاشياء هذه راح تلقون لها فيديوهات على يوتيوب بتسهل عليكم الموضوع. الان بندخل المذر بورد داخل الكيس. وطبعا المذر بورد له فتحات مسامير خاصه تركبون عليها تقفلون عليه داخل الكيس. بعد ما تثبتونه في مكانه وتقفلون عليه، ممكن الآن أنكم تركبون
الجرافيكس كارد. طبعا انتبهوا وانتم تسوون هذه الاشياء ليش؟ لان توصيل الكهرباء من الاشياء المهمه جدا جدا في تركيب اي كمبيوتر جديد. واسلاك الكهرباء كثيره وما نبي ندخل في تعقيداتها وسواليفها، زي ما قلت لكم شوفوا الفيديوهات اللي بالتفصيل اذا تبون تعرفون هذا الشيء. طبعا الباور سبلاي راح ينزل، راح يتركب من الجهه الثانيه للكيس، وايضا ذاكره الاس اس دي وذاكره الهارد ديسك لها مكانها بالجزء الثاني من الكيس. كل كيس وثاني يختلف في المكان اللي ممكن تركب فيه الاس اس دي وتركب فيه الهارد ديسك، لكن بالعاده يكون لهم اماكن مخصصه. طبعا توصيل الاسلاك احنا عندنا جزئيتين، توصيل الاسلاك اللي هي توصيل الاسلاك في المذر بورد الخاصه بالكهرباء، وايضا توصيل الكهرباء لاي قطع ثانيه مثل الكرت الجرافيكس. كرت الجرافيكس يبغى له توصيل كهرباء خاص فيه. بكذا عندنا هذا هو الجهاز. طبعا انا ايش، انا تاركه مفتوح من هنا، لا حد يدخل يده داخل لانه كهرباء واشياء، بس انا تاركه مفتوح ليش؟ عشان تشوفونه بشكل افضل معي. بنوريكم لقطات اقرب للجهاز. الجهاز رهيب، الكيس رهيب، القطع اللي اخترناها. طبعا هذا مو لنا في المكتب، هذا جهاز اخوي فهد، بس هو اعطانا اياه ما قصر عشان نركب له اياه. احنا اللي ما قصرنا، احنا اللي ركبنا له، تعبنا عليه فتره يومين ثلاث ايام تركيب، بس يلا سوينا فيديو منه رهيب، فنقول له شكرا فهد. وطبعا انا مجنون سايبر بانك، فحط الخلفيه هنا، جاء واحنا ما احنا موجودين في المكتب وركبها. قلت لكم بنجرب اربع العاب رهيبه عشان نوريكم بعد ما صرفنا الفلوس هذه كلها، وبعد ما ركبنا ذا سبيشال اديشن وما ادري ايش ومعالج اخر نوع، ايش النتيجه يعني؟ ايش اللي نقدر نطلع فيه؟ اللي تقدر تطلع فيه هو أداء 4K حقيقي، مو 4K تلفيق ولا أبسكيل ولا شيء ولا معدل، لا ولا 2K، 4K كاملة مع 60 إطار. هل نقدر نحققها بكرت واحد من انفيديا اللي هو أحدث كرت عندهم GTX 2080 Ti مع كسر السرعة؟ كسران السرعة، طبعا كسر السرعة يجي مع برنامج محدد لهذا الكرت، نكسر السرعة يعطينا 10% أداء إضافي على كرت انفيديا. شو النتائج اللي طلعت معنا؟ بنلعب قدامكم الان بتشوفونها اشياء مفاجئه. طبعا بنجرب مجموعه من الالعاب الرهيبه. اول لعبه بنجربها شادو اوف ذا توم بريدر، قاعد يلعبها الحين نواف. اوكي، هذه احدث لعبه من سلسله توم بريدر. الاعدادات على اعلى شيء، مو بس حطينا 4K، حاطين الاعدادات على شيء، مقفلين في سنك عشان نقدر نشوف الاطارات ايش كثر تقدر توصل، لان لو شغلنا الفي سنك على ذي الشاشه بنوصل فقط 60 اطار. عموما ايش النتائج اللي قدرنا نحصل عليها الان؟ ونواف قاعد يلعب الان في هذه اللحظه، قاعد يجيب ما بين 72 الى 75 اطار على 4K. بالنسبه للبنش مارك سوينا اختبارات الاداء الخاصه باللعبه مباشره، اوكي، اختبارات الاداء الرسميه اللي موجوده داخل اللعبه. كم جابت معنا شادو اوف ذا توم بريدر؟ جابت معنا اقل شيء 45 اطار، هذه في اسوأ مراحل الاختبار جابت 45. المعدل 64، واعلى شيء جابت 106 اطار في الثانيه على 4K. طبعا شيء جدا ممتاز. حتى المنطقه اللي يلعب فيها نواف الحين وقاعد يجيب ما بين 70 الى 80، منطقه تعتبر جدا صعبه، يعني مليانه شخصيات، مليانه مؤثرات، مليانه اشياء رهيبه، رغم ذلك طالع شيء خرافي بال 4K. اللعبه الثانيه اللي بنسوي عليها اختبار اداء لعبه تحبونها كلكم، ولعبه من ارهب الالعاب في الجرافيكس، رغم انها نزلت قبل فتره، تقريبا قبل 5 سنوات، The Witcher 3 Wild Hunt. طبعا نواف الحين قاعد يلعب 4K، حرفيا اعلى اعدادات في كل شيء، كل شيء موجود نقدر نعدل الاعدادات عليه حطيناه اعلى شيء، يعني قمه الدلع في ويتشر 3. وش النتيجه على 4K؟ كم اطار قاعدين نجيب الحين بعطيكم. طبعا نواف حاليا هو جالس يلعب في المنطقه ذي مع مؤثرات الهواء والاضاءه وكل شيء، قاعد يجيب فوق ال 70 تقريبا، ها 74 78 72، جالس يجيب فورس فوق ال 70، تخيلوا، وبويتشر، اوكي، باعلى اعدادات ممكنه. طبعا النتائج اللي جت معنا كلها تقريبا في الرينج هذا، يعني اقل شيء جانا في عدد الاطارات 70، متوسط 73، واعلى شيء 78 تقريبا، اوكي. طبعا ممكن تختلف من واحد للثاني، ممكن تختلف معكم، تختلف معنا، على حسب ايش قاعدين تسوون في جهازكم، الاوفر كلوكينج مشغلينه ولا لا، كسر السرعه، فهذا الشيء مهم جدا. لكن زي ما تشوفون من لقطات اللعب شيء خرافي لما تشوفونه قدامكم، ويتشر وهي تشتغل ب 4K حقيقي بكامل مؤثراتها، شيء خرافي. اللعبه اللي بعدها بنجربها مترو اكسودس. طبعا سلسله مترو الجرافكس فيها رهيب، واخر جزء ذا الجرافكس جدا جدا رهيب مع المؤثرات الحين والثلج اللي تشوفونه وكميه الاعداء. احنا رفعنا اعدادات اللعبه على اعلى شيء، بس عدلنا بعض الاشياء، لان الالعاب الثقيله اللي زي كذا في بعض الاشياء لازم تلعب فيها، خصوصا الاشياء اللي فيها X2 X4 X8، الاشياء اللي لها علاقه بالتكستشرز بالرندرنج.
بالانتي الايزنج خلاصا هذه الاشياء تقدر تعدل عليها عشان ايش تقدر تجيب النتيجه اللي تبغاها. بس معظم الاشياء على اعلى شيء الدقه 4K حقيقي. ايش النتائج اللي قاعدين نجيبها؟ يعني نواف الحين هو جالس يلعب جالس يجيب تقريبا في يعني اعلى الستينات كذا عند السبعين تقريبا. احنا بشكل عام تقريبا اقل شيء جبناه في مترو 57 اطار في الثانيه، المعدل 71 اطار في الثانيه، واعلى شيء جبناه 80 اطار في الثانيه. الارقام اللي اعطيكم اياها الحين اوكي بالنسبه للعبه زي مترو تعتبر شيء رهيب صراحه، انك تجيب هذا مع الفور كي نواف شيء خرافي صراحه. يعني الثلج والاضاءه مع بعض حقه الشمس شيء مو طبيعي. انا شفت فتحه تحت تفاصيل في السلاح، التفاصيل في الخلفيه، شوف كميه الاشياء اللي في الخلفيه وكلها رندرد، يعني عرفت كيف؟ مضبوط يعني رهيبه يعني صراحه. انك تشوفها 4K وحول 70 اطار في الثانيه اغلب الوقت شيء رهيب جدا. اذا هذه كانت مترو، خلونا نحول على اللعبه اللي بعدها. اللعبه التاليه غنيه عن التعريف، Red Dead Redemption 2. طبعا اللعبه دي الجرافيكس فيها ما يحتاج اني اشرح قديش هو رهيب، لذلك وانتم تعرفون يعني حتى جي تي اف 5 القديمه لازالت لحد الان تتطلب من كروت الجرافيكس شيء رهيب، فما بالكم ريد ديد 2. ريد ديد 2 حطينا الاعدادات على اعلى شيء، بعدين لعبنا في الاعدادات شوي حبتين خصوصا بالاشياء اللي قلتها لكم، نفس الشيء على مترو، الاشياء اللي تقدر تتحكم فيها رقميا. طبعا الرهيب في العاب روكستار انها تعطيك قديش انت قاعد تستهلك من الميموري حق الجرافيكس كارد حقك، فتقدر تلعبها صح. بس عشان نجيب 4K دقه كامله مع 60 اطار وفوقها حطينا الاعدادات على شيء لعبنا فيها، اعطيناها شويه تويكن كذا، وهذه النتيجه اللي جبناها لكم. طبعا الحين نواف وهو يلعب اوكي جالس يجيب تقريبا حول 60 اوكي. النتائج احنا سوينا البنش مارك الرسمي حق اللعبه، بعطيكم نتائج اللي جبناها بالاختبارات الاداء اللي موجوده داخل اللعبه نفسها. اقل شيء جبناه من ناحيه الاطارات 45 اطار، نفس شادو اوف ذا توم بريدر تقريبا، هذا اقل شيء، هذا المينيمم. المعدل اللي جبناه هنا 59 اطار، يعني تقريبا جبنا 60. واعلى شيء جبناه 84 اطار في الثانيه، شيء خرافي. ها لازم نكمل. انت لاعب لعبه الكونسول صح؟ فرق كبير مره من اول لحظه. شفت انا اقول لك يعني شيء مو طبيعي، بس لازم نكمل فيديو محمد، ودي اكمل العب صراحه. ودك تعيدها من جديد كامل؟ ما عندي مشكله، ما في يعني تفاصيل الشخصيات عرفت، البيئه، المؤثرات، وكل ذا 4K حقيقي شيء خرافي. طبعا هذا العالم اللي انت تقدر تدخله لما تجي تبني لك جهاز العاب قد كذا، طبعا تكلفته بتكون عاليه صح. اوكي لكن هذا اقصى ما تقدر توصل له في عالم الالعاب حاليا. اكيد البي سي دائما بيبقى متقدم على الكونسول. حبينا نعطيكم جهاز رهيب، من زمان ما سوينا صراحه فيديو لفتره جهاز العاب صحيح، يعني كمبيوتر العاب وبنيناه بنفسنا من زمان. هذا واحد من الفئه العليا، شفتوه معانا في ذا الفيديو، قولوا لنا ايش رايكم بالتركيب، ايش رايكم بالقطع، ايش رايكم بالاداء من الفيديو اللي شفتوه. يعطيكم العافيه، لا تنسون اشتركوا في القناه، اعطونا لايك على الفيديو. كان معكم حمد بسيمي ونواف النغموش من ترو جيمنج، مع السلامه.